السلام عليكم. أبهرت قوات الدفاع الجو المصري الحاضرين في مسابقة السماء الصيفية ضمن الألعاب العسكرية الدولية التي تستضيفها الصين بعد ضربة صاروخية موفقة أصابت الهدف بدقة. وأكد مصدر عسكري داخل الألعاب العسكرية في الصين لإرتي أن اللجنة الصينية التي تشرف على المسابقة احتفظت بالضربة الصاروخية التي نفذتها أحد جنود قوات الدفاع الجو المصري داخل الأرشيف الخاص بالمسابقة لدقتها المبهرة. وأشار المصدر إلى أن القوات المصرية احتلت المركز الثاني بشكل عام في المسابقة بعد مرور الجولات الثلاث، حيث احتلت المركز الثاني في الجولة الأولى والمركز الأول في الجولة الثانية والمركز الثاني في الجولة الثالثة بسبب عطل تقني في المدرعة أدى إلى تأخيرها 15 دقيقة. وأوضح المصدر أن الجنود المصريين سيحضرون الحفل الاختتامي يوم 11 الجاري أغسطس لتسليم جوائز المركز الثاني بعد تسليم الميدالية الفضية والذهبية. وأجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية 2018 في 28 من الشهر الماضي في متنزه الثقافات والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في ميدان الإبنو بضواحي موسكو بمشاركة فريق الدول المتنافس قبل انتقالها إلى الصين للمنافسة هناك. وأعلنت وزارة الدفاع الروسي أن 89 فرقاطة من 32 دولة إفريقية وأوروبية وأسيوية وأمريكية لاتينيتين تشارك في ألعاب هذا العام بينهما السودان والجزائر وسوريا والكويت، وتجري 28 مسابقة برية وجوية وبحرية اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدان، 16 منها في روسيا والأخرى في بيلاروسيا والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما تجري بعض المسابقات الأولى مرة في أرمينيا وإيران. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وشكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.